يا مرحبا فيكم مشاهدينا في برنامج المطبخ. عندنا طبقين اليوم، طبق عبارة عن تاميام سوب، والطبق الثاني اللي هو القباقب مع خلطة السقوع والربيان والخثاق. راح أعرفكم على مكونات الطبخة وراح أسألف لكم كثير عن أصل الطبخة وينيات. عندي البصل، خذيت لي راسين بصل وقطعتهم كبار شوي، وعندي بصل 4 روس مفرومين أبيض، استخدمت البصل، زنجبيل فريش، طبعا المكونات دي كلها تحصلون في السوبر ماركتات الكبار، ورق ليمون، وعندنا الكرفس. باقي خذيت عندي كاريماري اللي هو الخثاق نفسه، خذيته ونظفته وقصصته وخليته سلايس. عندي ربيان خليت بس الذيل ماله ونظفت الظهر، وعندي سقوع حوالي 2 كيلو نظفته، وافضل انكم دائما تحطونه في ماء وتنقعونه لمده ساعه، وبعدين اللي بتنظفونه تغسلونه بهاي الطريقه تحت الماء عشان يزيل منه اي تراب موجود عليه. طبعا عندي حليب جوز الهند وكريمه حامضه، حطيت استخدمت كريمتين حامضه وحليب واحد جوز الهند. وهني عندي بعد حليب جوز الهند راح استخدمه في الطبق الثاني. راح اعرفكم بعد على القباقب، خذيت القباقب وقصصتهم وشلت منه وزلت منه كل شيء. طبعا خليت اللحم والعضاعض، وهني قلنا الربيان نظفته بهاي الطريقه، رفعت الراس وشلت الخيط منه وخليته كامل هلو. طبعا عندي حشيش شوي وعندي الطماط، وراح ما تعبكم معاي واسوي لكم الطبقين مع بعض عشان ما تخربطون وتركزون في طبق معين. راح ابتدي وياكم الحين مع التاميام سوب. بدايه التاميام سوب راح نشعل النار، راح تتابعوني خطوه بخطوه، سجلوا عشان انتم دائما تحبون هاي الاكلات التايلنديه. في البدايه راح احط شويه زيت، استخدموا زيت استخدموا معاه زبده، يعني لا تستخدمون الزيت بروحه، استخدموا زيت شوي وزبده معاه في البدايه. راح نسكب حوالي هاي الزيت، وراح انا مسيح زبده هني، وراح احط شويه زبده. المكونات راح من البدايه راح احط البصل بهذه الطريقه، واحمس البصل تقريبا، راح احط المكونات دي كلها ما عدا البصل المفروم. بس البدايه راح اقلب في البصل، احط المكونات وابتدي انزل. اول بدايه راح انزل الخثاق، ما راح استخدم المكونات كلها، راح استخدم الخثاق بدايه وابتدي احرك فيه. طبعا اغلبكم زار تايلاند وشاف او تستطعم الاكل عندهم، طبعا عندهم عده اكلات هناك، واللي راح جربها اللي هي التاميام سوب والكبات كاي، والكبات كون معناته ان هي رز مخلوط مع الربيان او مخلوط مع الدياي، مع الدياي كاي ومع الربيان كون، هاي لغاتهم. رشه ملح بسيطه وابتدي هني انزل السقوع. بسم الله، انا محتاج حق الطبق الثاني ان احط فيه السقوع، بس السقوع مفتوحه. بخلي الباقي استخدمه في الثاني مسوق. راح اختار لي قباقب بهاي الطريقة، وراح انزل فيه بعد ربيان، وابتدي اخلط المكونات حق التاميام سوب.
عشان ما تدوا دهون ركزوا معي. هاي تامي مسوب، ما نستخدم له اي بهار نهائيا، مجرد الصوص ماله. حركه مع بعض وانتظر لين يتغير لون الروبيان. ارش عليه شوي ليمون فريش، عندي انا عصر لي ليمونه. نبتدي نحرك المكونات مع بعض. ريحة الأكل أو الشوربة بينت عن تمر سوب، بدأت تطلع ريحتها. من المكونات الأساسية اللي حطيناها اللي احنا قلنا الزنجبيل والكرفس والورق الليمون. تغيرت عندي لون الروبيان، في هاي الحالة راح أضيف الماء في البداية واخليه. لين يبتدي يفوح عندي عشان ارد اخلي عليه اللي هو حليب جوز الهند. طبعا راح نخلي الطماط. اتمنى تكون تركزون معاي في هاي الطبق عشان بيعجبكم وايد، خصوصا اللي يحبون الاكل شو اسمه البحري، الاكلات البحريه راح يعجبهم وايد. راح اطلع فاصل وارجع لكم بعد ما يفوح شوي التم يمصر. طبعا رجعنا لكم وبدا عندي تم يمسوب يفوح. نحتاج نحط انزل فيه كميه من الصقوع. طبعا عقب ما نخلص المكونات دي كلها راح نخلي على نار هاديه حركه شوي. الحين راح نحط عليه حليب جوز الهند، مثل ما قلت لكم راح استخدم علبه كامله حليب جوز الهند. ممكنكم تستخدمون حليب البودره او الحليب السائل، وانا افضل دائما في التم يمسوب ان دائما نستخدم اللي هو الحليب السائل. حركه ونخليه شوي، راح ارجع له. بس الحين طبعا راح اشيك عندي الصقوع اذا كانت فتحت. طبعا ما شاء الله بدات كلها تفتح. راح اسكر على النار وابتدي اصفي الصقوع من الماء، يبي لنا مكان بس. يا الله راح اشيله، ابتدي اصفيه بهاي الطريقه. ابتدي نشيل الصقوع، ما ياخذ له وقت على اساس يفتح، هو بس يبي حراره قويه شوي وراح يفتح كامل. طبعا احنا خلصنا هاي الطبق، بس راح نخليه لمده ربع ساعه على نار هاديه. قصر على النار وراح اشتغل لكم على الطبق الثاني اللي قلت لكم عنه، اللي هو القباقب مع الصقوع مع الخثاق مع الربيان.
بدأنا نشعل النار. حتى تذكرني بتايلاند، والله بتايلاند ما شاء الله الريحه يعني وايد حلوه. لا تقول يمدح نفسه، بس هي الطابخه ريحتها وايد عجيبه. طبعا جاي هني راح احط دهن شوي، راح نحط الدهن ونفس العملية تقريبا، واضيف شوية زبدة وابتدي احمس البصل. في البداية راح احمر، ما بروح حامرة بس يذوب عندي البصل شوي. طبعا انتم ركزتوا في هاي الطبق اللي هو التام يمسوب، فضل عليكم انكم تركزون في هاي الطبق. هاي طبق انا عندي اهم من التاميام سوب، لكن ما شاء الله اغلبكم يحبه. وراح انزل عليه على طول اللي هو الزنجبيل الفريش، وراح انزل ليمون والكرفس، وابتدي على طول احمرهم مع القباقب على طول. نبتدي نقلب القباقب بهذه الطريقة. دائما اقول لكم ان هذه الاكلات ما تحتاج بهارات، اذا حبيتوا تحطون بهارات مجرد فلفل اسود شيء بسيط. غير هذه ما تقدرون تحطون فيه عشان ما تفقدون الطعم نفسه. راح انزل الخثاق، وابتدي احرك فيه. دائما السر في هاي الطبخة دائما اللي هو السوس، شلون تستخدم السوس معه. رشة ملح بسيطة. وابتدي انزل الربيان. قلنا استخدمنا كيلو حوالي ربيان. كيلو قباقب، حوالي نص كيلو سبوع استخدم. اخلط المكونات كلها مع بعض. ابتدي اخليه شوي. بحرش رشة ماي على اساس انه يساعدني في البخار. واخليه بين فترة فترة اقلبه عشان بغيت الالوان كلها تتغير في القباقب. طبعا نشوف اللون يتغير الى لون البرتقالي، وطبعا الربيان في نفس الوقت يتغير لونه. قبل نحط صوص صويا او نستخدم اي صوص لازم تتغير عندي الالوان كلها. طبعا انا محتاج ان احط الصقوع، لان الصقوع قلنا انه اوريدي احنا فحناه، وحين برد نحطه قبل نحط الصوص كامل. قلنا اغلبنا اللي زار تايلاند، مملكه تايلاند،
تذوق الاكل مالهم اللي هي التوميام سوب والكاباتكاي والكراب المخلوط هذه، وعندهم سمكه بعد وايد حلوه ما اعرف اسمها بالضبط، بس السمكه تلاحظها ان كلها دائما يحطون على اشياء وايد ويملحونها وشيء بالملح يعني بكثره يملحونها وايد ويردون يخلونها نفس ضرب كيو، بس اكلها لذيذ كأنه ما اكل لك اي نمى. شوف معاي تغيرت الالوان هنا، من تتغير عندي الالوان ارد اضيف احط صوص صويا. طبعا صوص صويا في هاي خصيصا حق الاكلات البحريه مو بالصوص صويا العاديه. فيها نوع من الحلو او نقول السويت. ما شاء الله الريحه ضربت في الراس. الحين راح انزل عليه بسقوع وابتدي احرك فيه مع بعض. دائما استخدمونكم اذا تستخدمون كميات كبيره حطوا لكم جدر عود. انا دائما استخدم في البيت استخدم الطاوي اللي صاير نفس البيضاوي كذي اسرع وحركته وايد حلوه ويا الطبخ. بعد ما مزجت الالوان كلها مع بعض حطيت البدايه حطيت القباقب عقب الربيان وعقب حطينا الصقوع. الحين يدور حليب جوز الهند. طبعا خذيت لي كريمتين حامضه وخلطتهم مع بعض ورديت ضفت عليهم علبه واحده من شو اسمه حليب جوز الهند. الحين بنزل عليه وابتدي اقصر على النار. واقلب فيه شوي شوي. لمدة 10 دقائق عشان يكتم البخار، محتاج انه يستوي كله بالبخار فاكتم عليه وراح يستوي كله بالبخار. طبعا راح اطلع فاصل وارجع لكم مره ثانيه. طبعا رجعنا لكم بعد الفاصل وراح نرويكم طبخاتنا اللي سويناها. طبعا عندنا بداية التوميام سوب ما شاء الله، لون مالها وصل اللون اللي احنا نبيه. الكراب اللي هو القباقب مع الربيان مع الصقوع. طبعا خلطت القباقب مع الصقوع مع الربيان ما اقدر اقول لكم شقد لذيذة من ريحتها. بس بداية راح انزل التوميام سوب حطينا صقوع حطينا قباقب وخثاق. نزل الماء عليه لو السوق
طبعا ما يحلى هاي الطبق الا بالسوق ماله. ممكن قلنا احنا نسوي حار، حط قلوب فلفل، ان شاء الله يكون حفظتوا المكونات كلها اللي احنا حطيناها وكنتوا معي خطوه بخطوه. اتمنى نبتدي نحط الجبوجد، خلطة الجبوجد ناخذ مجموعة من الجبوجد بلصقوا ويا بعض نزلها. صارت طبخاتنا جاهزة. طبعا وصلت وياكم الى نهايه حلقاتنا بعد ما قدمت لكم الكباتكاي وخلطه القباقب مع الصقوع والربيان والخثاق. اشوفكم في الحلقه الجايه واقول لكم مع السلامه.